يا الإخوة الكرام، مرة أخرى نعود إلى آيات الأحكام وإلى دستور المولى السلام الذي أنزله إلى أمة الإسلام. قارئنا من القراء العظام وله بالإذاعة المصرية منزلة ومقام فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما
وقيم السيئات فاعترفنا بذنوبنا
ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير ذلكم بأنه إذا دعي وإن يشرك به فالحكم لله فالحكم لله
خالصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات يومهم
لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله لله الواحد القهار يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله لمن الملك اليوم لله لمن الملك اليوم لله الملك اليوم لله
لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، صدق الله العظيم. بقلب شاكر ولسان ذاكر وأداء باهر من قارئ ماهر صوته زاخر، وفي ليلة تكريم رجل طاهر استمعنا لما تيسر من سورة غافر. تلا علينا القارئ الشاطر فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، ونبت بيت القراء الأجلاء العلماء، أعلام الإذاعة المصرية بطاروط بمحافظة الشرقية. شكرنا إلى فضيلته وشكرنا إلى حضراتكم جميعا باسم أسرة الراحل الكريم الحاج علي السيد البدوي، باسم إخوتي الأكرمين الحاج محمد البدوي والحاج فرج، وباسم الحاج ناصر البدوي والحاج سامح والحاج أسامة البدوي، وباسم نجلي عبد الحميد علي سيد البدوي. شكرنا الى صاحب الفراشة والانارة والاذاعة اولاد فازاني، والى منتدى سفراء القرآن الكريم وعمدة مصوري الحفلات القرآنية ناصر صلاح. نتقدم بجزيل الشكر استاذ الدكتور محمد عبد رب النبي الذي تنازل عن دوره في الكلمة ليفسح المجال لأهل القرآن، ونشكر ايضا القارئ الشيخ مصطفى كامل عبد الله زيدان لمية حلفة، اذ اثر ان يكون ختام الليلة مع الكروان.